رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الخير على حضرتك، منورنا. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. اكيد النهارده عندنا كلام كتير عن النادي الاهلي، لكن خلينا النهارده نبتدي بتصريحات العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي عن كابتن محمود الخطيب. اتكلم ان الاهلي مستقر وان في ناس بتحاول ان هي تثير الفتنه ما بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وقال ان هو بيدعم كابتن محمود الخطيب لما لا نهايه يعني بحسب كلامه. قال ان هو بيرفض تماما الكلام اللي بيتقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الصحف والجرايد اللي بتشكك ان في مشاكل موجوده دلوقتي في مجلس اداره النادي الاهلي. هو الحقيقه طبعا التوقيت عليه عامل مهم جدا جدا، ان يخرج من تصريحات من مصدر مسؤول ومن شخص مسؤول في التوقيت المناسب، يبقى التصريح المناسب في الوقت المناسب. صحيح. تاخر التصريحات بيجعل او بيخلي الازمه بتتفاقم اكتر، والاسراع في التصريحات بيوقد نار الفتنه زي ما بيقولوا. كابتن عمرو فاروق او سياده الوزير عمرو فاروق يعني زي ما بيقولوا طلع فعلا في وقت مناسب، وكان التصريحات دي مطلوبه جدا جدا، وان هو ينفي كل التصريحات المناهضه لمجلس اداره النادي الاهلي وكل ما قيل على وسائل الاعلام المتنوعه سواء المقروء او المرئي او المسموع او على المواقع الالكترونيه او على السوشيال ميديا. طبعا من شخص مسؤول جدير بالمسؤوليه عمرو فاروق عندما تولى مسؤوليه الوزاره كان جديرا بها، وعندما رشح نفسه لمنصب نائب النادي ومجلس اداره النادي الاهلي كان جدير برضه، وفي نفس الوقت هو قال ان هو مع الكابتن الخطيب قبل واثناء وبعد الانتخابات، وهو في ظهره فعلا زي ما قال في المانشيت في مقتبل تصريحاته يعني. وبالفعل هو جدير بان هو يكون في ظهر محمود الخطيب في هذا التوقيت بالذات، خصوصا النادي الاهلي نادي مش اي نادي يعني، نادي هو نادي القرن وعلى راس الزعامه الجماهيريه في كل مكان في انحاء المعموره زي ما بيقول. كابتن عمرو فاروق واضح جدا ان هو فعلا مش محب شخصي لمحمود الخطيب بس، لا ده محب للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان طلع التصريح في وقته، لما يطلع التصريح في وقته يبقى دي ثقله وقيمته المعنويه. صحيح. طيب انا عايزه برضو اسال حضرتك، ليه الناس ابتدت تربط ما بين نتائج فريق كره القدم والاخفاق الافريقي والخروج كمان من البطوله العربيه؟ ليه حابه توجه المشاكل دي في مجلس اداره النادي الاهلي؟ بص، هو طول عمر مجلس اداره النادي الاهلي يعني كره قدم يعني، ويمكن هو ده برضو في كلام العمري فاروق النهارده، قال انا عارف ان اهم حاجه او ان واجهه النادي الاهلي هي فريق كره القدم. وفعلا انا حاسس ومقدر زعل وحزن جمهور النادي الاهلي على ضياع البطولتين دول. اكيد. بص، هو الانديه الجماهيريه بالذات جماهيريه ليه؟ استمدت جماهيريتها من كره القدم. اكيد. استمدت شعبيتها من كره القدم، يعني لو بصينا المحله يعني ايه؟ من كرة القدم، نادي المحلة شعبي، نادي الترسانة، نادي الأولمبي، نادي كل الأندية الجماهيرية من استمدت من كرة القدم، الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد، كلهم يعني استمدت شهرتهم الطاغية من كرة القدم. فبالتالي النادي الأهلي يعني مش معقول هنيجي بقى على نادي القرن، النادي الأكبر شعبية طاغية اللي استمد شعبيته من كرة القدم. فبالتالي اي هزه او اخفاق في كره القدم خصوصا الفريق الاول بالذات، فطبعا ده بينعكس على اولي الامر، اولي الامر هنا يعني مجلس الاداره، يعني اصحاب القرار، اصحاب الاراء سواء مجتمعين او متفرقين. فبالتالي بيبقى عليهم تبعات هذه النتائج وعليهم مسؤوليات هذه النتائج سواء الخروج او الاستمرار او الوصول على منصه التتويج. اذا هنا اداره واعية وإدارة بتفكر وإدارة مفكرة ومنفذة وإدارة خلاقة زي ما بيقول. لما بيبقى في إخفاق لا، هنا بيبقى في محاسبة، ما حدش بيقول بقى إن دي في فشل وفي زريع والحاجات دي، لا هنا في محاسبة. من حق جماهير النادي الأهلي إنها تحاسب النادي الأهلي ومتمثلة في مجلس إدارته أيا كان على رأس القيادة الإدارية، ومن حقها إنها تحاسب لاعيبتها، ومن حقها إنها تحاسب الجهاز الفني.
لكن من في ايديه القرار هو مجلس الاداره، لان مجلس الاداره جاي عن طريق جماهير وعن طريق اعضاء، مع اعضاء النادي اللي هو جمهور في حد ذاته، لان انا عضو مثلا في النادي الاهلي، يبقى انا بحب النادي الاهلي، يعني جمهور في النادي الاهلي، يعني انا بحب النادي الاهلي، يعني بشجع النادي الاهلي وغيور على النادي الاهلي، فبالتالي انا عايز النادي الاهلي ده دايما بشوفه في البطولات، لان هو اكتر من حصد بطولات، فبالتالي عودنا، انا مثلا كجمهور النادي الاهلي عودنا على البطولات، انا كعضو في النادي الاهلي بنتمي للنادي الاهلي ففخور بالنادي الاهلي، فبالتالي لن اقبل بغير البطولات بديلا. صحيح صحيح، ويمكن هو ده التفكير اللي في النادي الاهلي، في جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مش عايز، يعني مش عايز يتقبل ثقافه الهزيمه، لا انا عايز اكسب، وكمان وانا بكسب اكون بادي اداء كويس، يكون كل اللعيبه في فورمتهم، يكون اكون مقدم مباراه ممتعه. يعني هو ده او هو يعني تفكير جمهور النادي الاهلي دايما. اقول لك على حاجه، يعني مثلا خلاص احنا عودنا النادي الاهلي على كده، النادي الاهلي عود على جماهيره على البطولات، فما ينفعش واحد يطلع يقول ايه، فبقى حقه مكتسب. اه بالظبط كده، ما ينفعش يقول احمدوا ربنا ان احنا خدنا بطوله مش عارف من 10 سنين ولا من 5 سنين ولا من 7 سنين، مفيش الكلام ده خالص. لا احنا يعني زي ما النادي الاهلي بيحب النادي، جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي بعشق وبينتمي ليه وبينتمي لكيانه وبيشجعه بقوه وبحراره، فلازم يكون المقابل اسعاده بالبطولات. هو بيبقى سعيد بوصول الاهلي للبطولات، بيبقى سعيد لما النادي الاهلي بيبقى يرتقي، دايما بيكون الاول في الصف الاول، ما ينفعش يبقى في الصف الثاني، وبالتالي خلاص احنا عودناه على كده، النادي الاهلي عود جماهيره على كده، يبقى هو لن يقبل منه اي شيء، يقبل منه ان هو يزعل ويغضب ويعاتب ويلوم. ولكن برضو يعني انا بشوف ساعات هجوم، يعني مش المفروض ان هو يكون بالشكل ده من جمهور النادي الاهلي على اللعيبه، يعني بحس ان في برضو نقد كويس، واحنا بنساندكم واحنا وراكم احنا معاكم، وفي برضو هجوم من نوع اخر ممكن يعني يضيع نفسيه كل لعيبه الفريق. بصي كره القدم لا تعرف العواطف، الحقيقه طول ما اللعيب في اوج فورمته البدنيه والفنيه والصحيه فبيتشال على اكف الراحه يعني، وبتشار على الاعناق. لو هو تراجع مستواه، اللعيب بالذات لو تراجع مستواه بتلاقي غضب عارم غضب عارم على هذا المستوى، فبالتالي هي كره القدم دواره وغداره وساحره ومستديره وشريره وحبوبه، كل المتناقضات هتلاقيها في كره القدم. صحيح. فبالتالي لابد على اللاعب او المدرب او كل مسؤول ان هو يحاول يحتفظ لنفسه بهذا الكيان المتميز عشان ينصب في المصلحة العامة على مستوى الفريق. أنا كلاعب لابد أن أنا أسمع تعليمات، لازم أنام بدري، لازم أتمرن كويس، لازم الالتزام في كل شيء، عشان مين اللي هيحاسبني؟ عشان في حد هيحاسبني، حد هيحاسبني ماديا هي الإدارة، حد أو معنويا أو فنيا هو الجهاز الفني، أو سلوكيا أو الجمهور. الجمهور صحيح. أكبر حد يعاقب ويمدح في نفس الوقت. حقيقي. قبل كل حاجة، لأن اللعيب بيستمد قوته من جماهيره، زي الفنان على خشبة المسرح. يعني شفنا برضو النهارده تصريحات كابتن محمد يوسف بيطلب فيها من الجمهور إن هم يساندوا النادي الأهلي، زي معهدناكم قال لهم كده، لازم تقفوا جنبنا، محتاجين مساندة جماهيرنا للفريق عشان نقدر نقدم حاجة كويسة إن شاء الله في الفترة اللي جاية، لأن الفترة الجاية أكيد هتكون صعبة على النادي الأهلي. بص هي محنة. هي يعني محنه، يعني ال 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 النادي الاهلي مثلا كرويا حاليا في محنه، فبيطلب منحه، ما بين المحنه والمنحه يعني هو تغيير الحروف او ترتيب الحروف، بيطلب منحه من جماهير النادي الاهلي ان هو يقف معاه ويسنده، من حقه ان هو دلوقتي طالما في شكل جديد، في هيكله جديده، في تغيير في الجهاز، اذا خلاص يبقى في تغيير في السلوك كمان. صحيح. وتغيير في نمط التشجيع كمان في الوقت ده. شفت ازاي يعني القرارات اللي طلعت بعد خساره اللقب الافريقي على طول بحاله يعني احلال وتجديد واعاده هيكله لفريق كره القدم او لقطاع كره القدم كله جوه النادي الاهلي. القرار ده رجع كابتن برضو محمود الخطيب وقال انا كنت هاخد القرار ده سواء كنا فزنا او خسرنا هذا اللقب، وجيب طبعا
بعديها على طول خساره او الخروج من البطوله العربيه، وده اللي ادى اكيد لاقاله باتريس كارتيرون ومايكل ليندمان اللي ودعوا نادي الاهلي، وعدت هيكله بقى كبيره او يمكن تكون بشكل مؤقت في الوقت الحالي لفريق كره القدم دلوقتي. كابتن محمد يوسف هو المدير الفني المؤقت، كابتن سيد عبد الحفيظ هو مدير الكره المؤقت، واللي بيقوم دلوقتي كمان بعمل ملف كبير شامل عن قطاع كره القدم وكل ما يحتاجه النادي الاهلي في الفتره المقبله. شفت الخطوه دي ازاي؟ بص، احنا تعودنا من النادي الاهلي زي ما قلت في البدايه ان هو بياخد القرار في التوقيت السليم. ايه هو التوقيت؟ التوقيت يا اما في بدايه الموسم قبل فتره الاعداد واختيار جهاز فني يقود الفريق ويختار لاعبين، او في فتره التوقف اللي هي ما بين الدورين، او في فتره التوقف الحاليه. فاذا هنا اختيار القرار التوقيت واتخاذ القرار بيعتمد في المقام الاول والاخير على عنصر التوقيت. اذا هنا هل هو عنصر التوقيت مناسب لاجراء او لاحداث كل هذه التغييرات في الوقت الحالي؟ نعم، الوقت يسمح، الوقت يسمح، خصوصا النادي الاهلي غني بابنائه كتير، وده مش اول مره الاهلي يتعرض للهزه دي، او مش اول مره يتعرض لتغيير في عناصر اللعبه زي ما بيقولوا، او في الجهاز الفني. محمد يوسف او مستمر شويه لحد لحين الانتهاء من ملف المدير الفني الاجنبي القادم خلال الايام القادمه، ومعاه طبعا سامي قمصان ومعاهم بقيه الجهاز اللي تم اختياره. فالاهلي قادر، وده حصل قبل كده، لما فاكرين قبل كده حسام البدري لما تولى المسؤوليه بعد مانويل جوزيه، فاكرين محمد يوسف برضه تولى المسؤوليه في 2013 بالظبط. في اكتر بمدرب، وكان فتحه خير على المدربين دي. اخر واحد توج ببطوله افريقيا هو كابتن محمد يوسف يعني بالظبط 2013، وكانت فتحه خير، وكانوا وشقوا طرائقهم لان هم يكونوا مديرين فنيين او رجل اول سواء في النادي الاهلي او في الانديه الاخرى. اذا هنا اتخاذ القرار في هذا التوقيت اتخاذ قرار صحيح، والاهلي قادر على ان هو يقف على حيله من جديد. اما عمليه التغيير بقى الجذري في سواء الاستعانه بصفقات جديده او لاعبين جديد او عناصر داخل الجهاز الفني او فان الوقت لسه طويل ان هو الاهلي يختار عناصر جديده، وبنفس الوقت يخطط لبطوله الدوري العام، لان بطوله الدوري العام هي البطوله المفضله لدى جماهير النادي الاهلي وعشاقه يعني زي ما بيقولوا. وبالتالي بقى كاس مصر والسوبر وكذا والبطولات اللي جايه. بمناسبه الكلام عن الدوري المصري الممتاز، 10 مباريات في 33 يوم، كل 3 ايام في مباراه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي مطالب ان هو يفوز بس. مفيش عنده فرصه ولا للتعادل ولا للخساره. شايف المرحله الجايه دي هتكون عامله ازاي؟ والله انا شايف ان طبعا الاهلي او اي حد بيتحط تحت ضغط يعني مفيش، ما بتقبلش الاسم على اتنين، يا نجاح يا فشل زي ما بيقول. لكن الاهلي التاريخ بيقول ان الاهلي ما بيقعدش كتير، ما بيفضلش كتير على هذه الحاله، بينتفض بسرعه، بيرجع بسرعه وينتفض بسرعه. انا شايف ان ضغط المباريات بالنسبه للاهلي لان عنده خبرات هيعدي منها بسهوله على غير اي انديه اخرى. لو نادي اخر لسه حديث العهد بكره القدم او حديث العهد بتكوين فريق نفسه هيبقى صعب عليه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه كمان، لان كل 3-4 ايام مباراه، لا دي هتاثر عليهم بدنيا بشكل كبير. لكن الاهلي انا شايف كمان حتى مخطط الاحمال وفي الجهاز الفني هيتغير، هو اتغير خلاص يعني اقصد ان في حد تاني جديد هيجي على هذه الحاله قادر ان هو برضه يبني بسرعه الناحيه البدنيه عند النادي الاهلي، لان عندهم الاساس موجود. فبالتالي هم بمجرد لو الاهلي كسب مباراه واثنين من العشر المباريات المؤجله، فدي هتديله اسبقيه وافضليه لتحقيق انجازات اكتر وتحقيق نتائج افضل اكيد، لان الاهلي يملك من الخبرات ان هو
يتجاوز هذه المرحله وفي نفس الوقت الفوز الانتصارات المتتاليه اللي معتاد عليها. باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي ودع جماهير النادي الاهلي برساله مؤثره جدا على تويتر، وقال لهم ان هو سعيد وان هو حقق حلم بوجوده في النادي الاهلي، واتمنى اكيد للنادي الاهلي الافضل فيما هو قادم. تقييمك ايه لباتريس كارتيرون كمدير فني للنادي الاهلي في المباريات اللي خاض فيها قياده النادي الاهلي؟ بصي، هو طبعا احنا ما شفناش مدير فني سابق قبل كده سواء اجنبي او محلي للنادي الاهلي ومشي واتكلم عن النادي الاهلي كلام مش كويس. ده دليل على ان هو كان مستحقاته كلها بياخدها، مستحقاته مش الماديه بس، يعني حتى امكانياته او قدراته نفسها. النادي الاهلي اداله كل حاجه، وفر له كل السبل وكل الطرق لصنع الانجازات يعني. لكن انا شايف ان يعني كارتيرون في الوقت ده ما كانش محظوظ مع النادي الاهلي. هو عمل كل اللي عليه وعمل بذل جهد، ولكن في المباريات الاخيره والحاسمه الحقيقه كان بس عليه بعض الملحوظات، واعتقد ان هو ما كانش بياخد راي معاونيه في هذه الملحوظات، خصوصا انها ملحوظات فنيه مش ملحوظات اداريه، لان طبعا كله كان موفر له كل السبل يعني. الملحوظات الفنيه ان هو برده كان بيدفع ببعض اللعيبه في بدايه المباريات، وهم كانوا من الافضل ان هو كان ينتظر بيهم على الدكه، يكون ورقه رابحه في وقت معين وهكذا. يعني انا شايف ان هو دفع ببعض، وهقول امثله يعني زي اسلام محارب مثلا، محمد ميدو جابر، يعني في بعض الاسماء دي اللي عودت نفسها وتعودت وجماهيرها تعودت ان هم يشوفوهم على الاقل يشوفوهم في الشوط الثاني أو مع تغيير سير المباراه ومع تغيير الخطط، بقينا نشوفهم في بدايه المباراه مش عنصر او اتنين، لا ده كتير. هنقول هل هو كان مجبر لان كان عنده اصابات غيابات واصابات والحاجات دي، يبقى اذا هنا انا بقول هو غير محظوظ عشان كده. فبالتالي هو الحظ ما ساعدوش، القدرات ما ساعدوش في نفس الوقت، وفي نفس الوقت الاهلي برضه كان محتاج فعلا عناصر متميزه جدا مع عنصر الاحلال والتجديد، والوقت كمان ما ساعدوش، واعتقد ان هو فعلا يعني هو يعني رسالته اللي وجهها للنادي الاهلي هو كان نفسي، معناها انه بيقول كان نفسي بس اكمل لنهايه الموسم. اكيد يعني. اكيد. طيب خليني اسالك، هل منطقي ان بطوله الدوري تفضل مستمره لسنه وشهر من شهر اغسطس لغايه شهر سبتمبر من العام القادم؟ 13 شهر. سنه وشهر. يعني ده ما حصلتش يعني في تاريخ، مش هقول في تاريخ الكره المصريه، ده في تاريخ الكره العالميه يعني. تفتكر يعني هل اتحاد الكوره تفاجئ بان هيكون في ارتباطات للانديه زي دي؟ هل ان البطوله العربيه تتعمل بشكل استثنائي في مواعيد متغيره في هذا الموسم؟ ايه اللي حصل عشان نشوف ان بطوله الدوري مستمره من شهر اغسطس لحد سبتمبر من العام المقبل؟ بصي، هو في اكتر من سبب. السبب الرئيسي طبعا هو البطوله العربيه اللي اتحشرت الجديده اتحشرت كده في جدول المسابقات وجدول الدوري. طبعا دي اولا البطوله العربيه احنا كنا متعودين عليها ان هي كانت بطولات مجمعه او بطولات كانت بتنتهي في اسبوعين ثلاثه، دلوقتي دوري او بطوله رايح جاي وليها يعني ليها مكافئات عاليه جدا يمكن ليها حوافز عاليه جدا اكبر كمان من بطوله افريقيا. فدي اللي خلت ان هي بقت ليها الاولويات في المشاركه. طب ما دي برضو محتاجه وقت. اضف الى ذلك ان بعض الفرق الاخرى اصبح لها دلوقتي مشاركات زي النادي المصري، زي سموحه، زي الاسماعيلي، كل الفرق دي، الاتحاد السكندري، اصبح كل دول ما بيشاركوا. طب بيشاركوا ده على حساب مين؟ على حساب الدوري وعلى حساب جدول الدوري. فبالتالي ده بلغه الكره كده بهوقت منهم يعني، بهوقت بلغه الكره كده بقى العمليه ما بقتش عارفين يلموها ازاي، وخصوصا ان احنا مش متعودين على كل هذا الكم من البطولات والمسابقات سواء المحليه او الافريقيه او العربيه. طيب هل في راي حضرتك في اي حلول للجدول اللي احنا شايفينه ده المزدحم بالمباريات اللي هينتهي في سبتمبر القادم؟ ما انا احل ازاي وانا اصلا اتفاجئت بيه؟ انا احل لما اكون انا مخطط. انا مش مخطط،
حضرتك شايف ان كان في سوء تخطيط من اتحاد الكوره لهذه البطوله او للموسم الحالي من الدوري الممتاز؟ هم لما اتفاجئوا اصبح ان تسكين المباريات وتسكين المسابقات من الصعب بمكان ان هم ينفذوا، فبالتالي هم الله يكون في عونهم، هم طبعا هم مجبرين، مجبر اخاك لا بطل يعني زي اكيد بيقول. اكيد لكن معلش هو الموضوع ده كله هيجي على النادي الاهلي في عمليه الضغط المباريات الكتير ده، وده يعني عذر بقى، يعني هو دايما البطل كده بيبقى يعني بيجي عليه دايما يعني. صحيح. عدد من اعضاء اتحاد الكوره طلعوا وصرحوا او لمحوا ان في احتماليه لالغاء الدوري الموسم الحالي. شايف الكلام ده ازاي؟ لا ما اعتقدش هما يعني ايه، هو دايما اتحاد الكوره بيرمي بالونه اختبار كده دايما في جميع القرارات زي لعيبه شمال افريقيا كده. ايوه بالظبط كده، فيروح رامي حاجه كده ويشوف ردود الافعال ايه. هو شايف ردود الافعال هيبقى صعب جدا، وخصوصا انه عندهم راعي للدوري وراعي للاتحاد والحاجات دي، فاذا هنا وده دافع دم خسائر استثماريه كبيره جداً طبعا جدا. وبعدين اتضح كمان ان هذا الراعي او هذه الشركه هي شركه محليه مصريه، يعني صحيح مصريه، يعني ما ينفعش ان احنا حتى ما يكون شركه مصريه نقف قدامها حتى ونضدها او نخذلها يعني زي ما بيقول. وابتدت تتسبب كمان في ازمات كتير جدا حتى القنوات الرياضيه اللي هيعملوا ايه قنوات الرياضه؟ ما هو كله بقى كله هيقعد بقى يعني تبقى ازمه كبيره. صحيح ازمه كبيره جدا. خلي بالك ما هو العمليه مش عمليه لعيبه بس، هو عمليه لقب منظومه كبيره جدا. منظومه كبيره جدا من اول رؤساء مجالس ادارات الانديه مرورا بالاجهزه الفنيه ومرورا باللعيبه واسر اللعيبه هتخش كمان في قطاع الناشئين كمان. اكيد اكيد منظومه كبيره قوي. لا ما حدش بصراحه هيقدر عليها يعني. طيب نتكلم بقى بشكل فني عن بطوله الدوري الممتاز للموسم الحالي. ايه الملامح الجديده اللي شايفها في الدوري الممتاز في الموسم الحالي؟ بص انا شايف ان في فرق بصراحه، يعني يمكن انا وانا جاي في الطريق دلوقتي يعني تابعنا، اعتقد ان دي من افضل المباريات اللي اتعملت، يعني المقصه وانبي وتحويل النتيجه ومهرجان اهداف 4-3 للمقصه 4-3. فده يخلي لا في 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 لعيبه كويسه قوي. لا ما احنا عندنا لعيبه كويسه اهم. مين اللي لفت انتباهك في اللقاء ده؟ يمكن محمود وحيد في المقصه لعيب كويس قوي. محمد رمضان في لعيبه كويسه قوي بصراحه يا جماعه، يعني دي لو خدوا فرصتهم. وده اللي عمله اجيري بصراحه، يعني يمكن لما دفع باثنين ثلاث لعيبه من بعناصر جديده لا بقى لينا شكل بقى. احنا بصي هو احنا لما المدرب يتسم بالجراه في اتخاذ قرار ان هو يستعين بلاعب، ما هو لاعب بقى مش هيستعين بلاعب بس، ده هيستعين بلاعب واثنين وثلاثه في اكتر من مركز. لما يلعب محمد وحيد في مباراه تونس والناس كلها تقول ايه ده، مين ده اللي نازل ده؟ لا يبقى مدرب كويس، وخصوصا ان هو عامل اسيست جامد جدا من قبل مباراه تونس بيومين في مع المنتخب الاولمبي لمحمد صادق في المباراه اللي كسبنا فيها في تونس. كسبنا تونس المنتخب الاولمبي 1-0. لا ده لعيب جامد، لعيب جامد كويس. لما يلعب باهر المحمدي ويعتمد عليه كسرد باك لا يبقى برده مدرب كويس. لما يديهم الاريحيه ويديهم الاريحيه الفنيه الهجوميه لا يبقى مدرب كويس. انا شايف ان الدوري بس هو بيفتقد حتى الان للجماهيريه. الحقيقه الدوري لو اتسم بالجماهيريه هيبقى اقوى دوري يمكن على مستوى الشرق الاوسط. هل تتوقع رجوع الجمهور بالعدد الكامل في وقت قريب؟ لا لا اتوقع. بص مباراة الزمالك والداخلية صحيح برضه ألقت بظلالها بصراحة. يعني كل ما نتقدم خطوة وكل ما نشجع المسؤولين على ان هم يفتحوا عدد بعض الافراد للاسف يعني بيتسببوا ان احنا نرجع بدل الخطوة دي 2 و3. هي دي بقى المشكلة. بس اقول لك على حاجة، يعني هو برضه دي بترجع لفطنة وذكاء المسؤول عن المباراة. يعني انا مثلا لو مراقب مباراة ما احطش جمهور الزمالك ورا دكة النادي، وانا بالبديهة كده انا وانا قبل ما يبدا المباراة وانا ببص كده انا كمراقب مباراة ببص لجميع انحاء عناصر اللعبة في الملعب خلاص. امال انا جاي ليه؟ جاي عشان اشوف. لا ما ينفعش احط جمهور المنافس ورا دكة الفريق. حاجة من الاثنين، يا اما بدل الدكة وده طبعا
صعب لو الا بموافقه الطرفين يا اما بالامن يا جماعه لو سمحتوا نقول للجمهور هنا خلاص خلص ومحدش حس بالمشكله. لكن احنا بنفتقد للعوامل لحته العناصر المؤثره في اللعبه. انا شايف ان سواء اللي هو مراقب المباريات، اللي منظم المباريات، الامن نفسه لازم يحاول ان هو برضو يساعد على التدفق الجماهيري في الفتره اللي جايه، لان بدون تدفق جماهيري في المدرجات مش هيبقى في متعه حقيقيه في كره القدم. اكيد اكيد طبعا. طيب كمان ازمه الحكام، تقنيه الفار، هل هيكون في فار ولا مش هيكون في فار؟ لا الفار من الموسم اللي جاي، لا الفار من الدور اللي جاي، لا مفيش اصلا فلوس للفار. كلام كتير قوي عن التحكيم وعن ازماته وعن تقنيه الفار، الناس كلهم فاكرين ان هي دي هتكون نجاة من المشاكل التحكيميه او الكوارث التحكيميه اللي شهدها الموسم الحالي طبعا والمواسم اللي فاتت كلها. شايف الموضوع ده هيمشي ازاي؟ هل هيكون في فار ولا مش هيكون في فار؟ بصي انا يعني علمتها من زمان بصراحة، يعني من رأيي الشخصي إن كل ما احنا بنعمل عامل مساعدة للحكم كل ما يبقى فيه فشل أكتر. ليه؟ أولا أنت بتشوش عليه بشكل كبير. الحكم لو هو داخل ومركز قوي في المباراة وما فيش حد بيعاونه، حتى لو هو ماسك لوحده الصفارة هيركز أكتر. لكن لما تحطي له حكم خامس وتحطي له فار وتحطي له حكم رابع وتحطي له مش عارف إيه، كل ده داخل يعني تركيزه نسبة الكونسنتريشن عنده متوزعة، مش داخل بنسبة 100%، بالتالي أخطاء الحكم زادت. يعني أنت لو بصيت لأخطاء الحكم في زيادة، لو عملنا جملة إحصائية كده في الفترة في خلال سنة أو سنتين هتلاقي أخطاء التحكيم بتزيد مش بتقل. مع وجود حكام مساعدين جوه الملعب. بالظبط كده. لا ده كمان إيه؟ ده الحكام المساعدين نفسهم هم بيخطئوا. بس هي بتنجح في العالم كله، اشمعنى عندنا احنا يعني؟ ما اعرفش بقى يعني. هي بس محتاجه اولا ثقافه، محتاجه دورات تدريبيه للحكام اكيد مستمره كتير. لا وبعدين بقول لك على حاجه برضو، يعني معلش ممكن الناس برضو تاخدها بمحمل تاني، السماعه نفسها اللي بيستعملوها يعني سيء جدا نوعها مش يعني حتى مش ما بيجيبوش سماعات اللي هي الغاليه المحترمه، ساعات بتشوش ساعات بتقطع بينها وبين يعني اسالي لو انت هتسالي كم حكم كده يقول لك ايه، احيانا بتشوش واحيانا الصوت بيروح. ما يصرفوا شويه تخيل؟ ما تصرفوا يا جماعه. لا بيعتمدوا بقى على ايه؟ على الحاجات اللي هي جايه بقى من بره. الفيفا مثلا نجيب لهم منحه سماعات مش عارف ايه، لكن هم عشان يصرفوا يجيبوا سماعات ويجيبوا حاجات زي كده صعب جدا. انا بطالب بصراحه اتحاد الكوره والكابتن عصام عبد الفتاح ان هو يهتم بالموضوع ده بشكل كبير جدا، لان بتسبب كوارث. انت لو سالت حكم خامس واقف جنب العارضه يقول لك والله انا قلت له بس ما سمعنيش، اصل السماعه خروشت، السماعه مش تخيلي والله حصلت واكتر من حكم قال الكلام. طب ده دي بقى المشاكل والازمات اللي بنشوفها، وشفنا كمان كوارث في الدوري المصري الممتاز، منها كمان مباراه النادي الاهلي والانتاج اللي شفنا فيها يعني حاجات غريبه جدا ما بتتشافش في اي مكان تاني. خليني اسالك بقى عن دوري الدرجه الثانيه، عامل ازاي؟ ازمات التحكيميه بقى شكلها عامل ازاي؟ بصي هو طبعا في اخطاء تحكيميه برضو كتيره، بس ما بتاديش لان المباراه ممكن تلغى او المباراه مثلا فيها شوائب بشكل كبير، ولكن اخطاء الحقيقه هل بيكون عشان دي اكتر حاجه بقى احنا بنسمعها يعني واحنا بعيد الى حد ما عن مشاهده او متابعه الدوري الدرجه الثانيه، هل بيكون في ترهيب للحكام؟ هل لو المباراه دي ليها جمهور كبير بيبقوا الحكم بيبقى واقف جوه الملعب اللي هو بينه وما بين الجمهور 2 3 متر بيبقى خايف من الجمهور اللي ورا؟ بيحصل في ملاعب كتير الحقيقه. طبعا في ملاعب لازم تفتحوا الملف ده، ملف فيه ملاعب غير مطابقه للمواصفات وخصوصا في المناطق النائيه. يعني انا سمعت ان ساعات ممكن يكون في الملعب فرخه بتجري وحاجات بيحصل. لا بس دلوقتي مش بيحصل زي الاول يعني. بس بيحصل ان في عدد مش مسموح بيه بيخش في المدرجات بحجه بلطجه. لا مش بقول لك مش بلطجه، عايزين نسميها ان محب بيحبوا زياده عن اللزوم فرقتهم. لكن هنا في ملف شائك جدا. ايه هو؟ طب خلينا نروح للملف ده لكن بعد الفاصل ونرجع لحضرتكم مره ثانيه.
رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنرجع مره ثانيه بنرحب باستاذ محمد باهي ناقد رياضي منورنا اكيد في كلام في الميديا. كنا بنتكلم عن ملف دوري الدرجه الثانيه المصري، كنا بنتكلم عن المشاكل اللي فيه وعن عدم اهليه بعض الملاعب انها تستقبل مباريات في الدوري المصري او في دوري الدرجه الاولى المصري. عايز اقول على راس هذه المشكلات او الازمات هو موافقه اتحاد الكره للدوري الممتاز بالدخول ولو عدد معين من الجماهير الى المدرجات، ولم توافق حتى الان لدوري القسم الثاني. يعني الاختيارات اللي بتروح للمراقبين والحكام والمسؤولين عن المباريات بتقول لهم بدون جمهور حتى الان. يعني انت دلوقتي بقت فصلت كرة القدم كده بين الشمال والجنوب. شمال هو الدوري يعني في بعض المباريات في دوري الدرجة الثانية مش بعض المفروض انها كلها بدون جمهور، هي المفروض كلها بدون جمهور لكن دلوقتي في بعض المباريات بيدخل فيها جمهور بالزبط. وبعض الاخر بيدخلوا بقى الجمهور بيدخل ايه، بلطجة يعني؟ لا مش بلطجة. المشكلة ان في المحافظات في الاخر يقول لك ايه، خلاص طالما الامن موافق خلاص يبقى الدنيا تمشي. طيب هنا في فرق بين موافقات الامنيه في المحافظات. يعني زي مثلا في محافظه تقدر تامن هذه المباراه وبتوافق، وفي محافظه يعني ثانيه بتقول لا مش هقدر. لا الامن يقول لك لا مفيش جمهور هيخش حتى لو جمهور السويس. في سواج يقول لك ماشي انا اتحمل، في بني سويف يقول لك انا اتحمل الجمهور ويدخل. فده طبعا ممكن ده بيرجع مثلا للاستيعاب الامني في المنطقه دي. بالظبط. لا هو على القدره، على قدرة في التأمين، قدرة التأمين المزاجية والقدرة الإدارية في نفس الوقت ان هو يقدر يأمن ويقول لك ده خلاص على مسؤوليتي. وفي ناس يقول لك لا خلاص انا لا ما اتحملش. في الغربية يقول لك لا انا ما دخلش جمهور خالص، ولا في الدقهلية انا ما اتحملش المسؤولية ويدخلش وممكن يظلم فرقته. وفي حين ان فرقته، طب شايف الحل ايه؟ الحل يكون في قرار عام، يدخل الجمهور يا ما يدخلش خالص. صراحه دي عشان مبدا تكافل الفرص. يعني مش معقول المنصوره تلعب على ملعب مثلا، بتلعب مثلا الاولمبي في الدور الاول على المنصوره في ملعب المنصوره بدون جمهور، ويجي يروح الدور الثاني في اسكندريه بجمهور. صحيح. فاذا هنا يبقى ما فيش تكافؤ فرص. انا يبقى القرار يمشي على الجميع. دي اشكاليه طبعا دي بتواجهها الانديه في دوري القسم الثاني. التوقفات الكتير بقى، التوقفات الكتير طبعا هو كان سببها اولا مشاركات في كاس مصر، وطبعا كله خرج ما شاء الله، يعني كل انديه القسم الثاني كله خرج. وفي نفس الوقت يقول لك ايه، اصل لو احنا ما عملناش توقفات والعمليه الدوري مشي باستمرار هيبطلوا بدري، هيخلصوا مصر في شهر 3. طب وبعدين يبدا الموسم الجديد في شهر 8، طب يقعدوا 5-6 اشهر في البيت. فطبعا هم اكيد طبعا ده اكل عيشهم سواء لعيبه او مدربين او كده. بيحصل توقف ده يمكن عشان الدوري الدرجه الاولى ده بيتعمل بنظام المجموعات. لكن من المفترض ان هو من الموسم اللي جاي هيتغير النظام. لا ده لا، هو دلوقتي المفروض ان اتحاد الكره قال الموسم الجاي هيبقى مجموعه واحده، لكن خلاص النظام ده مش هيتغير. مش كان في لجنه متشكله عشان الموضوع ده؟ ما هو اللجنه ادت توصياتها وفي الاخر اتحاد الكره ما اعترفتش بكلام اللجنه ورجعت للانديه فبعتت لهم اختيارات واختبارات ابداء الراي، استماره ابداء الراي. فالانديه بدات تبعت لهم الشكل الامثل اللي المفروض الموسم الجاي يبقى ايه؟ هيبقى ثلاث مجموعات. ثلاث مجموعات بس كم فرقه في كل مجموعه؟ والصاعد ده هيتوقف كمان على قرار الصاعد من القسم الثالث للقسم الثاني، هل هو فرقه واحده ولا فرقتين ولا بالظبط ايه؟ لان كل ده برده لسه موضوع الثلاث مجموعات ده فيه لخبطه كتير. يعني مش سهل اي حد يقعد يفهمه حسابات كتير. لا. ومين هينزل من هنا ومين هيطلع من هنا وايش معنى اللي ده اللي طلع. ما هو الموضوع كبير قوي. الموضوع سهل جدا مش كبير ولا حاجه. يعني انت لو الثلاث مجموعات يصعد اول كل مجموعه للدوري الممتاز خلاص خلص. بس هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل اول كل مجموعه. لكن هي المشكله في ايه؟ المشكله كم واحد يهبط. طب وكم واحد يصعد من الثالث عشان يبقى فبالتالي هيكونوا ثلاثة وثلاثة. بالظبط المفروض كده. هو هي دي المشكلة. وسهل جدا انك تعمل القسم الثالث تسع مجموعات يصعد تسعة يقسمها مع ثلاث مجموعات بقى ثلاثة وثلاثة وثلاثة ويبقى 18 فريق في كل مجموعة وخلصت. لأن احنا طبيعتنا كمان في مصر ما ينفعش يا جماعة دلوقتي المجموعة الواحدة. ليه؟ لأن كل الفرق دي هتبقى من الشمال والجنوب والشرق والغرب واستهلاك
وقت واستهلاك جهد واستهلاك فلوس صعبي. فمحتاجه لا لسه بدري على مجموعه الواحده. طيب خليني اسالك، هل ظهرت ملامح المنافسه في الدوري الدرجه الاولى؟ بصي في الصعيد ظهرت ملامح بشكل كبير مبكرا بين فرقتين من دلوقتي، انا بقول فرقتين بني السويف واسوان، والكل اللي بعديهم بيعانوا مشاكل زي التعدين والالومنيوم وسواج وكل الفرق دي عندهم مشاكل. يعني انا يعني من الصعيد يا بني السويف يا اسوان، بني السويف اسوان. القاهره بقى اللي مجموعه صعبه جدا جدا، رغم ان سيراميكا على القمه ومعاها طبعا اف سي مصر ومعاها كوكولا ومعاها الترسانه ومعاها القناه، هم دول الاقرب، ومعاهم النصر رغم ان النصر كان في متاخر جدا لكنه قادم بقوه، يعني يمكن منافسه سداسيه على الاقل على ان اللي يحصل على بطاقه التاهل. من وجهه نظرك تتوقع مين اللي هنشوفه في النسخه القادمه من الدوري المصري الممتاز اللي هي ان شاء الله كمان سنه وشويه؟ انا اتوقع بالنسبه للمجموعه بتاعه القاهره سيراميكا او اف سي او النصر ثم الترسانه، دي يعني واحد من الاربعه دول. بالنسبه للمجموعة الثالثة الرجاء ماشي بقوة جدا، هو المنصورة، ولكن المنصورة لو ماشي بنفس القوة وعنده استقرار، عنده مجلس إدارة بيسانده وعنده إمكانيات ممكن يكمل، لكن اللي عنده إمكانيات دلوقتي هو الرجاء، هو اللي ماشي كويس، هو ودمنهور. يعني دمنهور بيتساوى مع المنصورة في حتة الإمكانيات، لو عندهم إمكانيات ممكن ينافسوا بقوة قوي. أنا بقول الرجاء، دمنهور، المنصورة، طنطا طبعا للاسف بعد عن المنافسه بدري ودخل بقى معاهم ابو قير في المنافسه، لكن انا بقول ان الرجاء بقوه السنه دي مع المنصوره ومع دمنهور، والاولمبي برضو قادم بشكل كبير. نتمنى ان شاء الله للافضل هو اللي يكون موجود ان شاء الله معانا في الدوري المصري الممتاز في النسخه القادمه اللي يمكن بقى في 2019 2020 ما حدش عارف هتبقى امتى. بشكرك جدا استاذ محمد داي ناقد رياضي، نورتنا النهارده في كلام الميديا وفي قناه النادي الاهلي. بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.